السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ اهلا وسهلا بكم في قناة يوتيوب نجم. هذه هي النتيجة النهائية لترويض البلبل العراقي الوحشي الصيد الجديد اللي حجمه وسط، طبعا مخليه خارج القفص انه ما يحتاج ان يدخله، هو يضل مكانه ما يروح يجي، يضل مكانه فوق القفص. هذه هي النتيجة النهائية. اطلع. وشكرا، مش هنشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.